خرج عدد من أهل المعتقلين بتظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد، وطلبوا فيها بإطلاق سراح أبنائهم وإقرار قانون العفو العام. وأكد الأهالي أن أبنائهم زجوا في السجون بتهم كيدية وباعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب أو بوشاية من مخبر سري. وتؤكد العديد من التقارير المحلية والدولية وجود عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين في سجون سيئة للغاية، حيث يتعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وسط افتقار المنظومة القضائية للشفافية والعدالة.